حتى لما كان العربي مبتعد عن البطولات، لكن ظل ثمة زخم جماهيري للعرباوية. مدرجات العربي لما يلعب العربي كانت تهتز بأنصاره بجماهيريته. بكرة هدف أول، فهد خلفه، الله، جول عرباوي أول، هدف عرباوي أول. فهد خلفان في الكرة الماضية استقبل، توغل، سدد بقدم يمنى ليست الأساسية له، لكن يهز الشباك، هو المهم الأهم للعربي. شوف الكرة، ثلاث نقلات، لمسات بشكل رائع. الله يا محمد، محمد صلاح النين إذا لم يسجل فهو يصنع، يضع كرة على طبق من ذهب في مكان رائع. فهد خلفان لا يهدر هذا المجهود للعرباوية، يستقبل استقبال جيد مع مساحة يستثمرها فهد عن يمين بابا مالك. العربي هي حاضرة، عرباوية إلى جارديل على تنفيذ الركنية، يقلها في منطقة الجزاء. الله، فهد 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 في مباراة اليوم، ارتقاء ويلها من ارتقاء فوق الكل في الركنية الماضية. فهد خلفان، شفنا لما الله الله يا فهد يا خلفان، الله يا فهد خلفان، يتعملق في الكرة الأخيرة، قوة مع دقة مع هدف ثاني لمصلحة العربي، يؤمن به النتيجة، ثاني للعربي، ثاني له شخصيا فهد خلفان في مباراة اليوم. الخمسة تلوم في الأفق للسقوط، خماسية مميز، تشجع انت من هذه المباريات. اللعبت بالراس، جاسم الهلم، المخالي، جول ثاني، فهد خلفان حاضر في شوط المباراة الثاني ليسجل ثاني اهداف العربي، ثالث اهدافه هذا الموسم. فهد خلفان كثر المحاولات الماضية تسعد عبد القادر مشجع النادي العربي تحت الأمطار، ويتقدم العربي من جديد بهدفين مقابل هدف. فهد خلفان أيام لوكا لعب في مرات قلب دفاع، تخيل تخيل، وعاده المدب ووثق به كثيرا هيمر هالغريمسون، وبالتالي يسجل ثاني الأهداف. هذه الكرة الماضية حاول جاسم الهيل إبعادها، وبالتالي عانق الشباك، كثر الدق يفتش للحال، يقولون في كرة القدم الثالثة ثابتة، هذه يمكن العاشرة ثابتة كانت، لأن العربي حاول كثيرا، وجاسم الهيل قد ما يقدر أبعد الكرة.